في 30 ثانية بكتير. بتوصل رسالة هي دي فظيعة. دي كانت البداية. البداية لما الحقيقة جامعة إسلاسكا مكنتني في شيء، يعني لما دكتور علمي كلمني على إن دكتور علمي يجي رئيس مجلس أمناء جامعة إسلاسكا، تعالى أنت بتدرس فنون وتصميم في الجامعة الأمريكية، تعالى خد معانا اللي هو البرنامج بتاع التسويق وصنع الماركة. فالحقيقة أول حاجة عملناها، والحقيقة تم تمكيني إن أنا لغيت الامتحانات. يعني إحنا اللي إحنا هنشتغله من أول يوم مجموعة المحاضرات بتاعتنا، إحنا بنشتغل مشروع، والمشروع ده هنطلعه بوستر اللي احنا بنسميه لوحة حائط كبيرة مرسومة. وحطينا قاعدة ان لا يكتب ما اقدرش اعمل خطة تسويق ما لا يرسم، قاعدة عامة كده. وبالتالي الولاد من اول يوم بيشتغلوا على شيء مرسوم. وحددنا 11 سؤال، السؤال ده لو عرفنا نجاوب عليهم بنحطهم في صناديق مرسومة، لان صندوق بيوصل للصندوق التاني. 11 سؤال كده، مين يقدر يشتريني؟ سؤال واحد. سؤال اتنين، انا عايز اشتغل مع مين؟ سؤال ثلاثة، أنا مش عايز أشتغل مع مين؟ سؤال أربعة، العميل بيدور على إيه في المنتج؟ سؤال الخامس، أنا مقوماتي إيه؟ السؤال اللي وراه، أنا عايز العميل يفتكرني بإيه؟ السؤال اللي وراه، إزاي العميل اللي دافع جنيه أحسسه إن هو دافع جنيه ونص، إن هو واخد خدمة بجنيه ونص؟ وبعدين بنستخدم بعد كده اللي هي اللي بيسموها المزيج التسويقي، اللي هو المنتج بصممه ازاي طبقا للعميل عايز ازاي. ده اللي انت قلت له بقى ازاي اشتغله. المنتج في النهايه كان ايه بقى؟ المنتج النهائي بيبقى مجموعه الجامعه بتنور بمجموعه من اللوحات اللي محطوطه على الحيطه كلها، وبيطلع مجموعه من الولاد عاده من 3 لـ 5 بيكونوا خلقوا منتج طول المده، منتج يكون طالع من الصفر، هم بيخترعوه. ولذا انا بشجعهم الحقيقه، انا وفريق العمل اللي معايا والجامعه، فريق العمل اللي معايا دكتور ان ادهم، الكسندر بيرلاج، امير عبد الحميد، كلهم بنشجعهم على انت تخترع الماركه بتاعتك، على انك ممكن في خلال 3 سنين تتخرج بمنتج بخطه تسويقك. فبنبدا من اول سمستر، اول 3 شهور ونص، ان هو ايه، اطلع بالفكره بتاعتك وجاوب على ال 11 سؤال دول اللي هم دول. طب دول. إيه عشان بقى ايه وبيطلع بيهم نعم. السمستر الثاني. طب يهمني بقى سريعا كده عشان نستقبلهم دلوقتي، اهم ملاحظاتك على طلبه اسلاسكا، استفدت منهم ايه، هم استفادوا منك ايه، والمنتج النهائي كان يعني انت شايفه ايه اهم المشروعات اللي هم قدموها؟ هو اهم حاجه في نموذج التعليم بتاع جامعه اسلاسكا انها يعني من الجامعات الاوروبيه بجد او الغربيه بجد. اتنين، تمكين عضو التدريس ان هو بيخرج، لان المستهدف الرئيسي ان انا اخرج واحد يشتغل بعد 3 سنين، وبالتالي انماط التعليم التقليديه مش بالضروره انها دايما تنفع. الطالب بيتم انتقائه، يعني لازم في لقاءات شخصيه قبل ما الطالب يخش لمعرفه هو يعني ناوي يدرس تسويق وناوي يدرس صنع ماركه وناوي يدرس اللي هو احنا بنسميه بيزنس، هل فعلا هو في عنده هاجس عايز يطلع بيه ولا لا؟ لان لو هو عنده هذا الهاجس بيبدا يشتغل من اول يوم. الطلبه بتشتغل من اول يوم، الطلبه يعني محفزين ذاتيا من اول يوم. التحفيز الخارجي اللي بيجي مننا للتشجيع فقط، لكن الطلبه في مجموعهم التحفيز ذاتي. وعندنا اللي فوجئنا بيه، احنا دلوقتي عملنا 4 سمسترات في الجامعه، الحقيقه اللي فوجئنا بيه ان عندنا منتجات طالعه وفي بعض الزملاء اشتغلوا. انا بشكرك جدا جدا، بشكر الدكتور خالد حافظ، وعايز اقول ان احنا يعني الفقره اللي جايه بقى ريحتها حلوه كده، فيها برفانات وحاجات في الاسواق وحاجات كده وميكس فادي، وهنعرف تفاصيلها. لكن خلينا نفكركم كده بجزء فاصل فيه دكتوره ناديه العارف رئيس جامعه اسلاسكا، لما سالتها الحلم ده اتحقق ازاي. هنروح مع بعض نشوف دكتور ناديه العارف قالت لنا ايه، وهيستقبل على طول استاذتنا كلنا الحقيقه، يعني سيده فاضله واستاذتنا فعلا، وحالة طبعا الاب الروحي للجامعه دكتور محمد صالح الناوي، هيكون موجود معانا بعد كلمتها. فادي متري ومشروع بارفانات اللي موجود في الاسواق وبيتباع وبيكسب منه، ومعايا كمان يحيى انديل، نموذج كلنا فخورين ان احنا على الاقل نعرفه، واحنا نلتقي بعد كلمه دكتور ناديه العارف. اتفضلوا.